في إطار استعدادات الأكاديمية العسكرية المصرية لتخريج دفعات جديدة من طلابها لعام 2024، وفي ضوء حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة مستويات التأهيل العلمي والثقافي للطلاب، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من طلاب الأكاديمية، حيث دار حوار مفتوح شمل مجمل الأوضاع والتحديات الدولية والمحلية التي تمر بها المنطقة. ألف مبروك، إن شاء الله يعني نفرح بيكم بتخرجكم، وإن شاء الله تبقوا إضافة كبيرة جدا للقوات المسلحة بالجهد اللي اتعمل خلال فترة إعدادكم في الكليات خلال السنين اللي فاتت، وإن شاء الله توفقوا في حياتكم العملية. حيث تناول اللقاء ثوابت السياسة المصرية بالتوازن والاعتدال والإيجابية لإنهاء الأزمات والصراعات في المنطقة. إحنا لينا ثوابت في سياستنا الخارجية، الثوابت دي تتسم دائما بالاعتدال والتوازن في معالجة قضايا، سواء كانت القضايا دي على مستوى الإقليم اللي هو منطقة الشرق الأوسط أو على مستوى العالم، ويكون دايما دورنا دور إيجابي يعني لإنهاء الأزمات وحلها مش لتصعيدها. دي ثوابت احنا ماشيين بيها في سياستنا الخارجية، والحقيقة دي مقدرة من دول العالم كلها، انه بيحسوا ان مصر لها دور إيجابي في ان هي ما بتقومش ابدا بالعمل على صراعات او ازجاء صراعات او التآمر على الاخرين او التدخل في شؤون الاخرين دول، يعني انا بتكلم. طيب احنا بنحاول زي ما قلت اللي هو سياسة متزنة شديدة الاعتدال ما امكن، ومحاولة ان احنا نمارس دور ايجابي في انهاء الازمات على مستوى العالم. منطقتنا بتمر بمفترق طرق خطير جدا، وده يتطلب مننا كلنا ان احنا ننتبه لده وللعمل على ان احنا نوجد زي ما قلت حوار استراتيجي فيما بيننا كلنا للوصول الى حالة من التفاهم تجاه مصالحنا اللي اكيد مش متقاطعة مع بعضها البعض. بنبذل جهد كبير جدا، والجهد ده حقق اهدافه او حقق جزء من اهدافه مع الدول ديت ودول اخرى. وتناول اللقاء مبادرة حياة كريمة، وهنا حياة كريمة احنا كنا عاملين لها 3 مراحل. يعني كم مرحلة؟ 3 مراحل. 3 مراحل، كل مرحلة 1500 قرية. كم؟ 1500 قرية. 1500 قرية في كل مرحلة، والتوابع بتاعتهم حوالي 38-40 ألف تابع لل 4500 قرية دول. كم؟ حوالي احفظهم 40 ألف تابع، يعني ايه؟ اللي هي شوية البيوت اللي حوالين القرية في هنا وهنا 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 وكده، ماشي. وبدأنا مرحلة على ان احنا التكلفة المالية اللي محطوطة للموضوع دوت هتكلف 600 مليار جنيه. لما نزلنا على الارض يا احمد، الحجم حجم المطلوب ضخم جدا، وكان لازم نعمله في المرحلة الاولى. احنا قربنا نخلص، فبدأ كنا حاملين حسابنا ان تاخد سنة ونص، خدت 3 سنين، وخدت بدل 200 مليار جنيه حياة كريمة المرحلة الأولى، دخلة في 400 مليار جنيه المرحلة الأولى. طب المرحلة الثانية هتبقى كام؟ أكيد الرقم زي ده إن ما كانش أكتر، والمرحلة الثالثة كمان زيها. طيب إحنا بدأنا بأني قرى يا أحمد؟ إحنا بدأنا بالقرى الأكثر تضررا، الأكثر حاجة، وقلنا يعني كان العملية مش عملية إيه جنا، لا ده احنا درسنا ايه القرى اللي احنا ندخل فيها وديناها اولويات. المرحلة الاولى دي هي القرى الصعبة قوي، ثم القرى الالف وخمسمائة التانيين هتبقى الافضل شوية، وثم المرحلة الثالثة والاخيرة ان شاء الله كده. طب الرقم كام؟ الرقم زي ما قلت لك كده، المتوقع للمرحلة الثانية 400 مليار. طبعا الظروف اللي احنا فيها ظروف صعبة يا احمد، وانا بقولها، لكن لا يمكن وانا باكد لك ده ان شاء الله ان احنا هنتوقف على الخطه دي، خطه حياه كريم، لا يمكن. انما عايز اقول لك ايه، انا فقدت في الكام شهر اللي فاتوا دول من موارد قناه السويس بس اكتر من 300 مليار جنيه.
اللي هم ايه؟ حوالي 6 ونص مليار دولار، 600 مليون دولار شهريا في المده دي كلها، ولسه. فده يعني خلاني بننهي المرحله الاولى، لكن وابتدينا نخش على استحياء في المرحله الثانيه، لكن الخطه ماشيه. يمكن قوه الدفع بتاعتها اقل شويه نتيجه الظروف اللي بحكي لك عليها، اللي بتمنى من الله سبحانه وتعالى انها تنتهي. كما أكد سيادته على أهمية دراسة الرقمنة وعلوم الحاسبات للدخول إلى ميادين عمل جديدة. في الرقمنة بتتولد مليون فرصة عمل جديدة على الأقل في هذا المجال. كم؟ مليون فرصة عمل. وبالحقيقة إن فرص يعني ان يتولى او حد يلتحق بهذه الوظائف مش كتيره قوي. ليه؟ لان مستوى التعليم المطلوب لممارسه هذه الوظائف مش كتير، وهنا على سبيل في مصر في بلدنا احنا مهتمين جدا بالموضوع دوت، بان احنا يبقى موضوع الرقمنه والحاسبات ونظم المعلومات وكل الشغل المرتبط بالذكاء الاصطناعي، كل العلوم المرتبطه بيها، احنا محتاجين نضخ فيها شباب وشابات اكتر كتير من الاعداد اللي بتخش، ونخلي مستوى التعليم اللي بياخدوه مستوى تعليم متقدم جدا، لان ده الفرص العمل بتاعته موجودة، وموجودة من البيت. انت معاك الحاسب بتاعك ممكن تشتغل وتخاطب العالم كله وتقدم مواهبك وهم يطلبوا منك، ويبقى في اتفاق ويبعت لك المقابل بتاع الشغل اللي انت هتعمله له. تخيل ان ده متاح دلوقتي، ومتاح بالالاف الوظائف بمستويات مختلفة. وانا كنت اتكلمت في الموضوع ده قبل كده كتير، وقلت ان احنا في مصر لكل يعني الاسر المصرية، انتبهوا وعلموا اولادكم تعليم ليأخذوا فيه فرصة حقيقية للعمل، وعمل ايه ذو عائد ما عندكش فكرة. كل ما يكون يعني الحاصل على المؤهل سواء كان شاب او شابه متقدم جدا في تعليمه، كلما زادت فرص انه ياخد. انا بتكلم على النظم وعلى هندسه الحاسبات وعلى الذكاء الاصطناعي وعلى كل ما هو كل المجال ده. كل ما يكون المستوى التعليم متقدم جدا جدا، كل ما بيبقى عنده فرصه ان هو يشتغل وياخد عائد مجزي جدا جدا جدا. انا عايز اقول لك من غير ما اذكر دول، في دول المواطن فيها ياخد 3000 4000 دولار في الشهر، وفي دول تانية ياخد 30 40 ألف دولار في الشهر. ده حاسبات ورقمنة، وده حاسبات ورقمنة، ولكن مستوى التعليم ومستوى التأهيل ومستوى الإجادة مختلف. كم؟ 30 40 ألف دولار في الشهر، وخمسين ألف دولار في الشهر كمان. طب ده معناه ده متاح لأبناء وبنات مصر؟ طبعا، بشرط أن هم يلتحقوا وبسرعة في هذا التعليم، والأهالي في مصر تحط هدف، الأهالي في مصر تحط هذا الموضوع هدف. وأنا اتكلمت فيه كتير، والمفروض أن كل أجهزة الدولة كانت تشتغل لإلقاء الضوء عليه وللإشارة ليه ولمساعدة الناس على انها تاخد التعليم ده. ان انا قلت قبل كده الاهالي بتاخد ابنائها وبناتها يروحوا بيها المدارس او يروحوا بيها مراكز الدروس، يعني لو هم حطوا الجهد ده في الموضوع اللي بقول عليه اللي هو العلوم ديت والكليات ديت، واحنا متوسعين فيها بشكل كبير جدا، بس يهتموا بيهم وان هم في الاربع سنين بتوع الدراسة يشتغلوا معاهم بشكل قوي جدا، بحيث ان هم يبقى مستواهم يحقق المعايير اللي بقول لكم عليها، انتوا هتجدوا فرص عمل ليهم وعوائد كويسه لمصر. وردا على سؤال من احد الطلبه بشان السلوكيات غير القانونيه لاستغلال المميزات التي كفلتها الدوله لسيارات ذوي الاعاقه. عربيه رغم ان هي فيها امكانيات كويسه بسعرها، بس كلام يا جماعه مش صح. الموضوع ده مش صح، وترتب عليه الفكره دي نفسها لما الدوله ما عملتهاش بشكل متعمق في الدراسه. الناس اللي
اللي كان اللي احنا بنستهدف ان احنا نساعدهم بظروفهم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني اتحطوا فيها اتضروا. احنا فوجئنا بان ما يقرب من 160 200 الف عربيه دخلوا في خلال سنه ونص الجمارك بتاعتهم 20 مليار جنيه، وتقريبا اللي خدوا العربيات ديت 10 12% من المعاقين، والباقي يا اما ورق مش مظبوط يا اما ادوا للمعاق حاجه وخد منه يعني بطاقته وخد منه كده وراح جاب العربيه. الكلام ده مش هيحصل تاني. انا مش بقول كده عشان انت ما تعملوش، لا انت المفروض ما تعملش كده. واكد سيادته على تماسك الشعب المصري باعتباره الركيزه الاهم للحفاظ على امن واستقرار الوطن. انا متصور ان الاختبار خلال العشرة 12 سنه اللي فاتوا رغم كل الظروف الصعبه دي هو متماسك ومتفاهم، وانا بقول له يعني بسجل لك ده والتاريخ هيسجل لك ده انك انت قدام كل الاجراءات اللي اتعملت وكل الظروف الصعبه اللي مرينا بيها فيها صامد ومستقر، ولازم نستمر في صمودنا واستقرارنا حتى نحقق بفضل الله سبحانه وتعالى اللي احنا بننشده من خير وتقدم وازدهار لبلدنا. الشعب المصري هو محور ارتكاز استراتيجي للدولة المصرية. الشعب المصري محور ارتكاز استراتيجي للحفاظ على الدولة المصرية، وبالتالي هو اللي بيحاول يعبس، اللي بيحاول يحرك بيشتغل على ده. وزي ما قلت كده في زيكم شباب كتير جدا دلوقتي موجود بقى عنده 20 و25 وأقل شوية، ده ما حضرش الحالة اللي احنا كنا موجودين فيها وحجم الخراب اللي احنا عشنا. هل بعضكم يعتقد انه يقول يعني هل هذا الموضوع هو المهم؟ انا عايز اقول لكم هذا الموضوع هو الاهم، هو الفهم، هو ده اللي هيخليك تصمد وتستحمل معايا لما ظروفك الاقتصادية تبقى صعبة. هتستحمل، هتبقى عارف ان الموضوع ما فيش حد، وانا قلت الكلام ده قبل كده على في مكاني يعني او اي مسؤول حتى عنده فرصة انه يساعد الناس اللي عنده وما يعملش. كل سنة وانتم طيبين والف مبروك، وسعيد بيكم وسعيد بأسئلتكم وفرحان بيكم. متشكرين، خلي بالكم من نفسكم، حافظوا على نفسكم، حافظوا على أسركم، لما تتخرجوا بالسلامة ان شاء الله قريبا الف الف مبروك لكم ولأسركم.